صباح الخير او مساء الخير على حسب انت قررت تتفرج علينا امتى. انا معتز راغب، مخرج ومؤلف، واحيانا بكون محاضر في بعض الجامعات، ودي الحلقه الثانيه من كورس الاخراج السينمائي اللي بنتكلم فيها وبنتعلم فيها حاجات كتير ومعلومات كتيره عن مجال صناعه السينما والاخراج بشكل خاص. لو وصلتك الحلقه يلا حالا انزل اعمل اشتراك في القناه واعمل لايك للحلقه عشان توصل غيرك، وما تنساش تشغل او تفعل جرس التنبيهات عشان خاطر توصلك الحلقات اول باول. خلصنا الحلقه اللي فاتت المقدمه بتاعتنا وعرفنا بعض التفاصيل كده دردشنا فيها. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي الخطوه الاولى في تعلم المحتوى عامه، وهي اللغه السينمائيه. يعني هي حتى من اسمها باينة لغة، يعني انت علشان تشتغل اي شغلانة في الدنيا حرفية او مهنية او في بنك او في اي كان هتشتغل فين، بيبقى في لغة درجة او لغة او مصطلحات، هي دي اللي بنشتغل بيها في مهنة السينما. زي اي مهنة، كل مهنة ليها اللغة بتاعتها. فانت عشان نمرة واحد تشتغل في صناعة السينما لازم يكون عندك دراية باللغة السينمائية. طيب هتساعدك في ايه اللغة السينمائية؟ هتساعدك في انك تقدر بعد كده توصف او تعبر عن اللقطة اللي انت عايز تصورها، سواء في التحضير او عشان تنقل وجهة نظرك او تنقل قرارك لاي حد من فريق العمل اللي هيبقى شغال معاك. بتبقى محتاج لغة تساعدك على الوصف اللي انت عايز توصفه. يعني الفرق ما بين الشخص اللي متعلم اللغه السينمائيه واللي مش متعلم اللغه السينمائيه هو ان الشخص اللي ما يعرفش حاجه عن اللغه السينمائيه بيقعد يقول لك بقى ايه، عايزين ناخد بقى لقطه كده تمام، والكاميرا مش عارف تعمل ازاي، والكاميرا تتحرك كده ولا تتحرك مش عارف. هو ما عندوش درايه او معرفه باللغه السينمائيه، ودي حاجه من الحاجات البيزكس على فكره. عشان تتعلم سينما لازم تتعلم اللغه السينمائيه صح. طيب ايه اول حاجه هنتعلمها؟ هي السيكونس او التتابع. يعني السينما كلها او التصوير كله قايم على التتابع. احنا كنا في الحلقه اللي فاتت قلنا ان اللقطه اللي احنا بنشوفها فيديو دي هي مكونه من مجموعه كبيره جدا من الفريمات او الصور الثابته اللي هي محطوطه جنب بعض وبتتعرض بسرعه فانت تشوفها فيديو. طيب الصور اللي جنب بعض ده اسمها تتابع صور، يعني sequence of frames، تتابع صور بيساوي تتابع الصور ده. يعني لما نحط فريم بلس فريم اللي هي صورة بلس صورة بلس صورة بلس صورة بيساوي أو بيوصلنا إلى شوت، لقطة. يعني تتابع صور sequence of frames بيساوي شوت، طيب اللي هي اللقطة. طيب لقطة زائد لقطة زائد لقطة زائد لقطة أو شوت بلس شوت بلس شوت بلس شوت بيساوي ده sequence of shots، يعني تتابع لقطات. تتابع اللقطات ده بيساوي مشهد أو سين، مشهد. يبقى المشهد مكون من تتابع لقطات sequence of frames. طيب المشهد ده بقى لما نحط مشهد زائد مشهد زائد مشهد او سين بلس سين بلس سين بلس سين يساوي بروجكت او فيلم او مسلسل او كليب، تمام. يبقى هو ده السيكونس. يبقى احنا لما نكون عايزين نقول مجموعه شوتس او مجموعه لقطات نقول عليها ايه؟ سيكونس. السيكونس بتاع الشوتات دي. طب ولما نعوز نقول مشاهد جنب بعضها كده فنقول سيكونس المشاهد، ما نقولش شوية المشاهد أو حبة المشاهد دول، ما نقولش كده، نقول إيه؟ سيكونس المشاهد، نقول إيه؟ سيكونس الشوتس، تمام؟ خلينا نتكلم صح ونبقى ناس فاهمين وبنحترم مهنتنا وبنحترم لغتنا. طيب هنخش بقى أنت اللغة السينمائية فيها ثلاث حاجات مهمين جدا ورئيسيين جدا اللي أنت بتقدر تستخدمهم علشان توصف او تكتب اللقطه بتاعتك علشان خاطر تحدد حاجات كده معينه عشان خاطر تعرف تصور اللي في دماغك. طيب اول حاجه
نتكلم فيها النهارده هي حجم اللقطه. كل لقطه او كل شوت ليه حجم. حجم يعني مقاس، تمام؟ فعندنا ثلاث مقاسات رئيسيين، ثلاث مقاسات رئيسيين، كل مقاس منهم في تحتيه مقاسات فرعيه. هي مقاسات يعني مهمه برضه، بس مقاسات تحتيه، يعني بتتصنف تحتيه كده. طيب ايه هما الثلاث مقاسات الرئيسيه؟ عندنا كلوز اب شوت، كلوز اب شوت، تمام، اللي هو التقليدي جدا، اللي هو من تحت الكتف هنا، من تحت الكتف كده، تمام، من هنا اهو كده، اهو تحت الكتف كده لحد فوق هنا، فوق الدماغ، دماغ كامله كده اهو، وهنا من تحت الكتف هنا، ده اسمه كلوز اب شوت. طيب من عند فوق الحزام كده، من عند فوق الحزام كده، ده اسمه ميديم شوت. من عند فوق الحزام، من عند فوق الحزام بالظبط، مش عند الحزام، من عند فوق الحزام بالظبط، اسمه ميديم شوت. طيب من اول بقى الدماغ لحد الرجل تحت، من اول الدماغ يعني الجسم بالكامل كده، اسمه ايه؟ لونج شوت. يبقى نحطهم جنب بعض كده، كلوز شوت، ميديم شوت، لونج شوت، تمام. طيب تعالى بقى نتكلم عن الكلوز شوت وعن اخواته. طيب عندنا احنا قلنا نمره واحد الكلوز شوت العادي، اللي هو اسمه كلوز اب شوت عادي، اللي هو من تحت الكتف كده لحد الدماغ كلها معانا، وننزل لحد الكتف، لحد هنا، تمام، من هنا، تمام، ده اسمه كلوز اب شوت. طيب لو قربنا شويه فبقينا كده، بص انا مش بص انا ايديا اللي تحت فين؟ انا ايديا مش هنا، انا ايديا مش هنا، انا ايديا ولا هنا، انا ايديا هنا، هنا ما بنقطعش من نص الرقبه اكنك مذبوح كده، لا احنا هنا من عند اول الدقن اهو، وادي الدماغ اهو، شايف كده اهو كده، يبقى اسمه ايه؟ فيري كلوز شوت اهو، فيري كلوز شوت. طيب نيجي بعد كده لاخوهم التالت، لو احنا قربنا شويه كمان فنبقى كده اهو، هو شايف انا مقرب ازاي؟ يعني الكاميرا مش شايفه غير عيني بس، تمام؟ ده يبقى اسمه ايه؟ اكستريم كلوز اب شوت، اكستريم كلوز اب شوت، اوكي؟ دولت الكلوز اب شوت واخواته. طيب هنروح بقى للميديم شوت واخواته. عندنا احنا قلنا الميديم شوت، احنا برضو قلنا زي ما احنا هنا قلنا في الكلوز، في الفيري كلوز ما نقطعش من نص الرقبه علشان خاطر ما نبقاش مذبوحين كده، طالعين مذبوحين كده، فبنقطع من هنا. فقلنا ان الميديم شوت بيتقطع من الحته اللي فوق الحزام او اللي تحت الحزام على طول، بس ما بقطعش من الحزام نفسه، ما بقطعش الحزام نفسه، تمام، بقطع من فوق الحزام، يعني حته من فوق الحزام كده بس، يعني كل ده كده اهو معايا اهو اهو، ده ميديم شوت. طيب الميديم شوت لو طلع لفوق شويه، يعني قربنا، لو الميديم قرب شويه فبقى لحد هنا كده اهو، شايف يعني هو الميديم كان هنا، لا احنا قربنا شويه فميديم بقى كده، بقت لقطه اقرب شويه، بس كلوز هنا، احنا هنا دلوقتي، فلما نكون هنا خلاص قربنا شويه من الميديم، طلعنا لفوق كده شويه، فبقينا ميديم كلوز اب شوت، ميديم كلوز اب شوت اهو، يعني ميديم مقرب ناحيه الكلوز، ميديم مقرب ناحيه الكلوز، اسمه ميديم كلوز اب شوت. طيب لو بعدنا شويه بالميديم بتاعنا، احنا بعدين شويه فبقينا تحت الركبه، تحت الركبه على طول كده، او فوق الركبه على طول، او تحت الركبه على طول، تمام، بقينا فوق الركبه على طول او تحت الركبه على طول، بس مش الجسم كامل، يعني هو انت من عند دماغك لحد تحت الركبه على طول، فهو كده مش لونج، فاسمه ميديم لونج شوت، ميديم لونج شوت، وبيسمى برضو امريكان شوت، ميديم لونج شوت، هو الامريكان شوت. اتسمى امريكان شوت ليه؟ علشان هو انتشر قوي واشتهر قوي في افلام الكاوبويز والحاجات ديت، طلع المسدس ده مش عارف ايه بتاعه كده، فكان الشوت ده من الشوطات اللي ازدهرت جدا في الافلام ديت، وتسمى امريكان شوت اللي هو الميديم لونج شوت. طيب نروح بقى لللونج شوت، اللي هو اللونج شوت واخواته. طيب اللونج شوت احنا قلنا من الدماغ فوق اهو لحد تحت الجسم، يعني الجسم كامل كده، تمام، ده لونج شوت عادي جدا. طيب بعدنا شويه، بعدنا شويه،
فبقى يعني بقى في بعد اكتر، فبقيت انا جسمي كله في الكاميرا بس صغير كده لصالح المنظر العام، يعني الكاميرا بعدت اكتر، فبقى اسمه فيري لونج شوت. طيب بعدنا خالص 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 وبقينا جسمنا كله باين في الكادر زي المنيمة كده، فيبقى اسمها ايه؟ اكستريم لونج شوت. اكستريم لونج شوت. طيب خلينا نراجع الاحجام تاني بسرعه. يبقى احنا قلنا عندنا الكلوز اب شوت، وبعد كده في الفيري كلوز شوت، وبعد كده في الاكستريم كلوز شوت، تمام؟ بعد كده رحنا للميديوم شوت اللي احنا قلنا عليه من فوق الحزام، وبعد كده رحنا للميديوم كلوز شوت، وبعد كده رحنا للميديوم لونج شوت اللي هو الامريكان شوت. طيب وبعد كده رحنا لللونج شوت التقليدي العادي، وبعد كده الفيري لونج شوت، وبعد كده الاكستريم لونج شوت. طيب دي هي الاحجام بتاعه اللقطه، دي هي كل الاحجام بتاعه اللقطه. طيب احنا كده خلصنا الاحجام، انت اللي مطلوب منك دلوقتي انك تشتغل على تطبيقات لتصوير الاحجام دي. يعني تجيب اي كاميرا، اي كاميرا مش فارقه خالص، حتى لو كاميرا الموبايل ما فيش اي مشكله خالص، وتصور بنفسك الاحجام دي. تجيب اخوك بقى، صاحبك، حد ايا كان، هتجيبه وتصور الاحجام دي كلها بشكل صحيح كذا مره. وبعد كده المطلوب منك تاني ايه بقى؟ انك على بال الحلقه الجايه لما نخش في موضوع تاني، وانت بتتفرج على فيلم، على مسلسل، على كليب، على اي حاجه بتتفرج عليها، حاول تميز وتلاحظ الاحجام، وتبقى بتشاور على الحجم وبتقول اسمه مع نفسك، بتسمع لنفسك وبتذاكر. الملاحظه مهمه جدا والمشاهدات مهمه جدا، ويعني هتثبت المعلومه في دماغك جدا. كده انا خلصت الحلقه، فلو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل اشتراك في القناه، وتعمل لايك عشان خاطر الحلقه توصل لغيرك، وتفعل جرس التنبيهات عشان الحلقات اللي جايه توصل لك اول باول. وشكرا جدا، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.